حبس المطر لحكمة، ومن حكمه أن يعرف الناس افتقارهم إلى فضل ربهم وعظيم جوده وإحسانه جل في علاه، فيتبين بهذا الحبس أنهم إليه فقراء جل في علاه، وأنهم لا غنى بهم عنه وعن جوده وخيره سبحانه وبحمده، وأنه لا يأتي بما يؤمنون من الخير إلا هو، كما أنه لا يدفع ما يخشون إلا هو جل في علاه. لهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم عند حبس القطر من السماء الاستسقاء.